مجالس منها النور شع وأشرقا بها انهل غيث العلم ودقا ترقرقا. هلم إلى ديوان فكر وحكمة به يلتقي أهل الفضائل والتقى. هنا ملتقى الألباب والسير التي سما أهلها الأعلام زاد تألقا. شذا أدب أو فيض علم وخبرة قضايا بها للناس نفع تحققا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الثالث مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح الكنهل في ندوة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى. اللقاء الأول كان بعنوان عمل القلب الفريضة الغائبة، اللقاء الثاني وكان قبيل شهر رمضان بعنوان الطريق إلى التوكل على الله. أما اليوم فعنوان اللقاء الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، أو الطريق إلى محبة الله عز وجل، والمسمى واحد. الشيخ عبد الله بن صالح الكنهل شهادة البكالوريوس من كلية الشريعة بالرياض، درجة الماجستير والدكتوراه في الفقه من جامعة الإمام، وهو أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالرياض. من مؤلفاته العزل عن الولايات النيابية، الترتيب في العبادات في الفقه الإسلامي، عمل القلب الفريضة الغائبة، الطريق إلى التوكل على الله. له دروس ومحاضرات في جامع الراجحي وجامع عثمان، وكان اليوم بعد صلاة المغرب له درس نصف شهري في هذا الجامع، وكذلك محاضرات في جامع الإمام تركي وغيرها من المساجد. هذا اللقاء كما هو معتاد يبث عبر صفحة ندوة الشيخ عبد الله العقيل في تويتر أو موقع إكس، وكذلك عبر البث المباشر في قناة ندوة الشيخ عبد الله العقيل في اليوتيوب، وأيضا يبث عبر قناة الندوة في الفيسبوك والتليجرام والإنستغرام. هذه خمس وسائل من وسائل البث. نسأل الله عز وجل أن ينفع بمثل هذا اللقاء، مع ترحيبنا بالإخوة في قناة المجد وحضورهم إلى هذه الندوة وتغطية هذه اللقاءات. أترك الآن المجال للدكتور عبد الله ليحدثنا حول هذا الموضوع وهذا العنوان، وما من أحد إلا يسعى للحصول على محبة الله عز وجل، ولكن ما هي الوسائل وما هي الطرق التي توصل لهذه المحبة، وهي طرق شرعية وليست غير شرعية؟ أترك الحديث له فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أشكر الإخوة القائمين على تنظيم هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء وغيره في موازين حسناتهم، وأن يبارك في جهود العاملين، وأن يصلح النيات والأعمال، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، حديثي إليكم كما ذكر الشيخ حفظه الله حول موضوع له أهمية بالغة، إنه عمل من أعمال القلوب، هو رأس الأعمال القلبية، وهو محبة الله عز وجل. حديثي أيها الإخوة سيكون من خلال خمسة عناوين. العنوان الأول
سأتناول فيه منزلة محبة الله من الدين، والعنوان الثاني سأتطرق إلى حكم محبة الله عز وجل التكليفي، ثم أنتقل إلى العنوان الثالث فأذكر بعض ما ورد في فضل هذا العمل القلبي، ثم العنوان الرابع أنواع المحبة، ثم أختم بالعنوان الخامس وهو أسباب تجلب محبة الله عز وجل. أبدأ بالعنوان الأول وهو منزلة محبة الله. أيها الإخوة، كلنا نعلم أن الغاية التي من أجلها خلق الخلق هي عبادة المولى تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة كما يقول ابن القيم وغيره تقوم على أصلين: الأصل الأول غاية الذل لله تعالى، والأصل الثاني غاية المحبة له تبارك وتعالى. وبناء على ذلك فمحبة الله عز وجل هي أصل من أصول ما خلق الخلق من أجله، وهي العبادة. أمر ثاني يبين عظم منزلة محبة الله أن الركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتان. شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى الإله؟ الإله هو الذي تألهه العباد حبا وذلا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: إن من لا حب له لا إسلام له، وإنما المسلمون والمؤمنون يتفاوتون في مقدار محبتهم لربهم تبارك وتعالى. أمر ثالث يبين منزلة هذا العمل القلبي، وهو أن أسس الأعمال القلبية ثلاثة أعمال: محبة الله، وخوفه جل وعلا، ورجاؤه سبحانه وتعالى. المحبة والخوف والرجاء. يقول ابن تيمية: هذه الأعمال الثلاثة هي قطب رحى العبودية وأساس السير إلى الله عز وجل، ولا بد للعبد أن توجد عنده هذه الأعمال الثلاثة كلها، فلا بد منها كلها. ابن القيم رحمه الله يضرب لنا مثالا فيقول: القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ومن هنا يتبين لنا أن محبة الله عز وجل هي رأس الأعمال القلبية، وإن كان لا بد معها من الخوف والرجاء والإخلاص والتوكل وغير ذلك من أعمال القلوب الواجبة كما هو معلوم. يقول ابن تيمية: إن محبة الله تلقي العبد في طريق السير إلى محبوبه، وتحرك قلبه إلى الله عز وجل، وعلى قدر قوة محبة المؤمن لربه يكون سيره إلى ربه، والخوف يمنعه أن يخرج من طريق المحبوب، والرجاء يقوده في سيره إلى ما يرضي محبوبه جل وعلا، فلا بد له من هذه الأعمال الثلاثة. أنتقل الآن إلى الفقرة الثانية وهي حكم المحبة.
المحبة محبة الله عز وجل في أصلها فرض من فروض الأعيان. وشيخ الإسلام ابن تيمية يحكي اتفاق أهل الإيمان على ذلك، فالعلماء متفقون ومجمعون على وجوب محبة الله عز وجل. من الأدلة على وجوبها، وابن رجب له رسالة في موضوع المحبة ذكر جملة من الأدلة، أنا سأذكر دليلا واحدا وهو قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوجه ابن رجب الاستدلال من هذه الآية فيقول: توعدهم على تفضيل محبتهم لغيره على محبته ومحبة رسوله، والوعيد لا يكون إلا على ترك ماذا؟ فرض، لا يكون إلا على ترك فرض من الفروض. المحبة كما ذكرت درجات، ولهذا ذكرت في بداية الكلام على حكمها أن أصلها فرض. ولهذا ابن رجب رحمه الله وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية ذكروا أن أصل المحبة فرض لازم، وهذه الدرجة الأولى وهي درجة الفرض من محبة الله عز وجل. لكن منها درجة عليا وهي درجة المقربين، وهي على سبيل الاستحباب. ما الفرق بين الدرجتين وكيف التمييز بينهما؟ يقول ابن رجب: إحداهما فرض لازم، وهي أن يحب الله محبة توجب له محبة ما فرض عليه وبغض ما حرمه عليه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوجب له أيضا تقديم محبته على النفوس وعلى الأهلين والرضا بما بلغه عن الله من الدين وتلقي ذلك كله بالرضا والتسليم ومحبة الأنبياء والصالحين وبغض الكفار لله عز وجل. هذا القدر لا بد منه في تمام الإيمان الواجب، وهو قدر واجب من المحبة. الدرجة الثانية درجة المقربين، قال: وهي أن ترتقي المحبة إلى محبة ما يحبه الله من نوافل الطاعات وكراهة ما يكرهه من دقائق المكروهات والرضا بما يقدره من المصيبات، وهذا فضل مستحب. إذن تبين لنا أن أصل المحبة فرض لازم، وأن لها كمالا مستحبا. بناء على ما تقدم يتبين لنا أيها الإخوة أن المحبة الصادقة تقتضي محبة طاعة الله وامتثالها، وتقتضي أيضا بغض معصيته واجتنابها، واتباع شرعه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الحقيقة بينها الله عز وجل في كتابه، قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمحبة الله دعوة تحتاج إلى تصديق، تصديقها هو اتباع شرع الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه عز وجل. ولا يغيب عن البال أن المحب لله قد يقع في معصية،
فليس المحب لله معصوما من الذنوب. ولهذا ربنا عز وجل يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن من شأن المحب لله ألا يصر على المعصية، فهو وإن وقعت منه المعصية إلا أنه يبادر إلى التوبة والإنابة إلى حبيبه جل وعلا. أنتقل الآن إلى الفقرة الثالثة، وهي فضل محبة الله عز وجل. جاء في فضل محبة الله عز وجل نصوص من الكتاب والسنة، سأذكر ثلاثة منها. الأول من القرآن، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. قدم جل وعلا لأولئك القوم فضله فقال يحبهم، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى. ثم ثنى بوصفهم، وأول وصفهم ويحبونه، ثم ذكر سائر أوصافهم مثنيا عليهم، وختم الآية بأن هذه المرتبة فضل عظيم من الله عز وجل يجود به سبحانه على من يشاء من عباده. هذه الآية فيها إثبات أن الله عز وجل يحب من يشاء من عباده، وأنه سبحانه يحب. وقدم جل وعلا محبته فقال يحبهم ويحبونه، لأنها أشرف وأعظم المحبتين، وهي سابقة لمحبتهم إياه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: محبة الرب لعبده سبقت محبة العبد له سبحانه، فإنه لولا محبة الله لما جعل محبته في قلبه، فإنه ألهمه حبه وآثره به، فلما أحبه العبد جازاه جل وعلا على تلك المحبة محبة أعظم منها، فإنه من تقرب إلى الله شبرا تقرب منه باعا. وهذا يدل على أن محبة الله لعبده الذي يحبه فوق محبة العبد له، وهذا من عظيم فضل الله. ما أعظم فضل الله على عباده، يوفق عبده لصالح العمل ثم يجزيه على هذا العمل خير الجزاء وأوفاه. ليس العجب من مملوك يتودد لمالكه مع حاجته إليه، بل العجب من مالك يتودد إلى مملوكه بصنوف إنعامه مع غناه عنه جل وعلا. النص الثاني في فضل محبة الله عز وجل حديث في الصحيحين عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ فقال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وهذا الحديث فيه عظيم قدر
محبة الله عز وجل عند الله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف: ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة، يكفيهم أنهم مع الله جل وعلا، وكفى بذلك شرفا وعلو منزلة. دليل ثالث في فضل محبة الله عز وجل، وهي أنها سبب لنيل حلاوة الإيمان ولذة الطاعة. ونيل حلاوة الإيمان ولذة الطاعة في الدنيا هو سبب حصول الحياة الطيبة للمؤمن والسعادة في هذه الدنيا. وما يعيشه بعض الناس من قلق وآلام نفسية من أعظم أسبابه ضعف صلتهم بربهم عز وجل. فلما ضعفت محبتهم لربهم، وضعف توكلهم عليه، وضعف خوفهم ورجاؤهم فيه، حلت بهم تلك الآلام النفسية وتنكدت عيشتهم، لأن هذا القلب كما يقول ابن تيمية خلقه الله عز وجل ليتوجه إليه بالمحبة والخوف والرجاء. فمهما وجهه العبد إلى غير الله فإنه يبقى قلقا مضطربا، لا سكون له ولا راحة حتى يوجه إلى ما خلق له، وهو محبة مولاه جل وعلا ورجاؤه والخوف منه والتوكل عليه. هذه الحقيقة يبينها نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت أيضا في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. لنتأمل أيها الإخوة هذه الثلاث: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الخصال الثلاث هي من محبة الله عز وجل، وما يتفرع عليها وما يدفع ما يضادها. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية علق على هذا الحديث فقال: ما حاصله أن وجد حلاوة الشيء يتبع المحبة له، فكلما كنت تحب الشيء حبا عظيما إذا حصل لك تجد له حلاوة وطعم. قالوا: مثل لذة الماء البارد للظمآن في شدة الظبأ والحر، يجد له لذة لعظم حاجته إليه وشوقه إليه. كلما عظمت المحبة عظمت اللذة والأنس بطاعة المحبوب جل وعلا. يقول ابن تيمية: الحلاوة تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل المحبة، وتفريعها، ودفع ما يضادها. فتكميلها بالأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما. وتفريعها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لأن هذه متفرعة عن محبته لله. فإذا أحب الله أحب من يحبه الله، فيحب في الله ويبغض في الله عز وجل. ودفع ما يضادها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته للإلقاء في النار، وهذه الخصلة الثالثة.
هذه اللذة هي والإخوة والتنعم بالطاعة تحتاج إلى مصابرة، فمن صابر، يعني بعض الناس قد يقول إني لا أجد أنسا في الصلاة والعبادة، نقول هذه المسألة تحتاج إلى مصابرة وصبر، فقد يبدأ الشخص على التكره والمصابرة، لكنه إذا صبر وصدق وعلم الله منه صدق النية فإنه جل وعلا سيذيقه حلاوة الإيمان، وحينئذ يلتذ بالطاعة فتسهل عليه ويستكثر منها. يقول ربنا جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت أري الله عز وجل من نفسك خيرا، جاهد نفسك، اصبر، صابر، في البداية ستجد مشقة لكن أمامك خير عظيم، ولك رب كريم سيجود عليك بالفضل العظيم، فثق في ربك واسلك السبيل إليه وستجد أمامك خيرا عظيما من رب كريم ذي فضل عظيم. أنتقل أيها الإخوة إلى الفقرة الرابعة وهي أنواع المحبة. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي له كتاب اسمه القول السديد، وهو في مقاصد كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ذكر فيه أنواع المحبة، فذكر أن النوع الأول محبة الله عز وجل وهي أصل الإيمان والتوحيد، والنوع الثاني هو المحبة في الله عز وجل وهي محبة الأنبياء والرسل وأتباعهم ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرها، وهذا النوع تابع لمحبة الله عز وجل ومكمل لها ومتفرع عنها كما تقدم. النوع الثالث المحبة مع الله، وهذه هي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم وهي أصل الشرك وأساسه. الرابع المحبة الطبيعية، وهي محبة ما يلائم العبد ويوافقه من طعام وشراب ونكاح ومال وغير ذلك، وهذه إن كانت من المباحات واستعان بها العبد على محبة الله وطاعته فإنها تدخل في الطاعات، وإن صدت عن طاعة الله وعن محاب الله وتوسل بها إلى ما لا يحبه مولاه دخلت في المنهيات، وإن لم يوجد هذا ولا ذاك بقيت في حيز المباحات. الفقرة الأخيرة والتي أختم بها هي أسباب تجلب محبة الله عز وجل. السبب الأول أيها الإخوة هو دوام تذكر النعم والتفكر فيها، نعم الله العامة والخاصة الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية. أقول العامة والخاصة لأن بعض الناس إذا جلس يتفكر في نعم الله عليه لا يتذكر إلا النعم الخاصة به وينسى النعم العامة في خلقه، سمعه وبصره وفؤاده، في الكون الليل والنهار والشمس والقمر. هذه النعم القرآن ومن يتدبر القرآن يجد ذلك ظاهرا، الله عز وجل يمتن بها على عباده وهي نعم عامة. كثير من الناس ما يستشعر هذه النعم لأنها صارت أشياء يعني مألوفة، فصار لا يستشعر عظم هذه النعمة. تصور لو أنك فقدت هذا الهواء الذي تتنفس به في كل لحظة ماذا سيكون حالك؟ وهكذا النعم العظيمة، تذكر هذه النعم العامة والخاصة هذا أمر مهم. الظاهرة
والباطنة، نقصد بالباطنة يعني نعم الله على العبد في نفسه وفي قلبه وفي استقامة دينه، الدينية والدنيوية. يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يعني اذكروها بقلوبكم وألسنتكم. وبدأ بالنعم الدينية إذ جعل فيكم أنبياء، ثم قال وجعلكم ملوكا، وهذه النعمة الدنيوية. قال ابن عباس: من كان عنده خادم وامرأة وبيت فهو من الملوك. لا أحد أيها الإخوة أعظم إحسانا من الله عز وجل إلى عباده. القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، ولا أحد أعظم إحسانا من الله عز وجل على عباده. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا هو حال النعم الموجودة. هل تفكرت فيما صرفه الله عنك من النقم؟ ما يصرفه الله عز وجل عن عباده من النقم والمضرات هم في غفلة عنه، والعباد لا شعور لهم بأكثرها، وربهم عز وجل يحفظهم بالليل والنهار. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. تذكر هذه النعم يورث محبة الله عز وجل، ويورث شكره، ويطهر القلب من العجب والكبر والحسد. ولهذا أيها الإخوة، تذكر النعم هذا سبب عظيم في صلاح القلب، فهو سبب في تحصيل جملة عظيمة من أعمال القلوب، وسبب أيضا في تطهير القلب من جملة خطيرة من أمراض القلوب. ولهذا ينبغي أن يكون لكل واحد منا نصيب من التفكر في النعم، يعني يجلس مع نفسه أحيانا ويتفكر في نعم الله عز وجل عليه. ولهذا كان السلف الصالح يعظمون أمر التفكر، ويقولون تفكر ساعة خير من قيام ليلة، لأنك إذا جلست تتفكر عظم الإيمان في قلبك، حتى ربما لو صليت بعد هذا التفكر تجد في الصلاة من الخشوع ما لا تجده لو هجمت على الصلاة بدون تفكر. تفكر أنت ستقف بين يدي من، تفكر في نعمه العظيمة عليك، تفكر في أن شكرك وأن صلاتك هي شكر له جل وعلا، وأن المطلوب منك إحسان العبادة. هذا التفكر من أعظم أسباب صلاح قلب المؤمن. إذا انضم إلى هذا التذكر للنعم أيها الإخوة تذكر الذنوب والتقصير في شكر المنعم، فإن هذا يكسر القلب أمام الله، فيذل العبد ويخضع، لأنه يتذكر نعم الله عز وجل العظيمة عليه، ثم يتذكر أنه مقصر في شكرها، مذنب في حق من أسداها، فينكسر قلبه أمام ربه. هذه الكسرة كما يقول ابن القيم، وذلك الذل والخضوع من أنفع ما يكون للعبد، فهو سبب عظيم في صلاح القلب، وسبب عظيم في تقوية محبة الرب عز وجل في قلب عبده المؤمن. يقول ابن القيم: وأحب القلوب إلى الله قلب تمكنت منه هذه الكسرة،
وملكته هذه الذلة. هذا العبد يقول لربه متضرعا داعيا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. تذكر النعم تذكر الذنوب، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا دعاء سيد الاستغفار كما ثبت في صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. الأمر الثاني أيها الإخوة من الأمور التي تقوي محبة الله عز وجل في قلب عبده المؤمن هو دوام ذكر المولى تبارك وتعالى على كل حال باللسان والقلب. فنحتاج أيها الإخوة أن نذكر الله عز وجل، ونحتاج أن يكون ذكرنا لربنا عز وجل ذكرا كثيرا، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله إيش؟ ذكرا كثيرا. من علامة محبة الله دوام ذكره، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، والمؤمن لا يطيب له المجلس إلا إذا كان فيه ذكر لمولاه تبارك وتعالى. ذكر الله والإكثار من ذكره يعلق قلب المؤمن بربه عز وجل، فتعظم محبته لربه ورجاؤه فيه وخوفه منه، ويصدق توكله عليه فيصلح بذلك قلبه. قلوب المؤمنين المحبين لا تطمئن إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كما أن أرواحهم لا تسكن، لا يسكن شوقها إلا برؤيته في دار النعيم. وهذا هو أعظم ثواب المؤمنين في الجنة، رؤية ربهم تبارك وتعالى. الذكر كما أنه سبب في محبة العبد لربه عز وجل، فهو محبوب إلى الله. ولهذا أخبر الله عز وجل بأنه مع الذاكرين، وأنه يذكر عبده الذاكر: واذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. ما أعظم أن يذكرك الله عز وجل في ملأ من الملائكة، أنت العبد المسكين الضعيف، يذكرك الله عز وجل في ملأ من الملائكة، فضل عظيم من الله، ما بينك وبينه إلا أن تحرك هذا اللسان. ولهذا عبادة الذكر فيها ثلاث خصائص أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. الخصيصة الأولى أنها سهلة على اللسان، والخصيصة الثانية أنها عظيمة الأجر، والثالثة أنها حبيبة إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق على صحته. الأمر الثالث أيها الإخوة: التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. المؤمن أيها الإخوة يتفقد نفسه أولا فيما فرض الله عليه، ثم يكثر من التقرب إلى الله بالنوافل، فهذا من أسباب المحبة. ودليل ذلك حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، وإن استعاذني أعذته. هذا الحديث وهو حديث رواه البخاري في صحيحه، أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أداء الفرائض أحب ما يتقرب به المتقربون إلى الله عز وجل. ولهذا ينبغي لنا أن نهتم أيها الإخوة بالفرائض. بعض الناس يهتم بالنوافل وهو مقصر في الفرائض. اهتم بالفرائض وتزود من النوافل. الفرائض تشمل أمرين: ما افترض على العبد فعله وهي الطاعات الواجبة في القلب والجوارح، وما افترض على العبد تركه أيضا وهي المعاصي بأنواعها في القلب والجوارح، كل هذا داخل في الفرائض. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله، فإذا صار محبوبا لله فإن الله عز وجل يرقيه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله كأنه يراه. ولهذا قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. فيصير لا يسمع إلا ما يحبه الله، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، ولا يبطش بيده ولا يمشي برجله إلا فيما يرضي مولاه، وهذا بتوفيق الله وفضله عليه. الأمر الرابع من الأمور التي تقوي محبة الله في القلب هو تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. تلاوة القرآن أيها الإخوة بالتدبر والتفهم لمعانيه من أعظم أسباب صلاح القلب. ومن أحب الله عز وجل فمن أعظم طرقه إلى تقوية محبة مولاه أن يكثر من تلاوة القرآن متدبرا. وهذا السبب سبب جامع، يعني يجمع أسبابا كثيرة. لماذا؟ لأن القرآن يذكر العباد بالنعم، ويعرفهم بالمنعم، ويذكرهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وغير ذلك، ولهذا فهو سبب جامع. فمن تدبر القرآن كان ذلك سببا عظيما في صلاح قلبه. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أمر خامس وهو الاستعانة بالله عز وجل على تحقيق محبته وعبادته. ذكرت أيها الإخوة أن المحبة هي أصل من أصول العبادة، والله عز وجل يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نستعين يعني لا نستعين على عبادتنا إياك إلا بك. والعبادة تتضمن غاية الحب وغاية الذل كما تقدم، فالمؤمن بحاجة إلى أن يستعين بربه عز وجل، يستعين بربه بقلبه توكلا وافتقارا، وبقلبه وبلسانه تضرعا وانكسارا. ولهذا جاء من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. من المنقول عنه صلى الله عليه وسلم: أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. سبب سادس وهو التفكر في معاني أسماء الله وصفاته. فمن عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة.
والذي يوجب ذلك أن الله عز وجل له من الأسماء والصفات الكمال والجلال، وله جل وعلا الإحسان والإنعام، وله جل وعلا الجمال، وهذا كله مما يقتضي محبة المؤمن لربه، لأن القلوب جبلت على حب الكمال والجلال والمحسن المنعم وعلى حب الجمال. من الأسباب أيضا التي تعين على محبة الله عز وجل الإحسان إلى الخلق بنفعهم وحسن الخلق معهم، وهذا باب عظيم من أبواب الوصول إلى محبة الله عز وجل. فكما أنك تحسن في عبادتك مع الخالق، لا تنسى أيضا أن تحسن في تعاملك مع عباده. يقول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي الحديث: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. رواه ابن أبي الدنيا وحسنه الألباني. وفي حديث آخر سئل صلى الله عليه وسلم: من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا. رواه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. هناك أسباب أيضا ذكرها ابن القيم، لعلي أذكرها بإيجاز بدون يعني تعليق، وإنما لإتمام لأن الوقت يبدو أنها أوشك. السبب الثامن، قال ابن القيم رحمه الله: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. وعلامة ذلك أن يفعل العبد ما يحبه الله وإن كانت نفسه تكرهه، ويترك ما يكرهه الله وإن كانت نفسه تهواه. سبب تاسع، مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر. سبب عاشر، البعد عن كل سبب يحول بين القلب وبين محبة الله، ومن أعظم ذلك تعلق القلب بغير الله من شخص أو مال أو جاه أو منصب، إذا كان ذلك مما يشغل عن الله عز وجل وعن طاعته. ومن ذلك أيضا الخلوة به وقت التنزل الإلهي ومناجاته جل وعلا وتلاوة كلامه. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله: وسط الليل للمحبين للخلوة بحبيبهم، وآخر الليل للمذنبين يستغفرون من ذنوبهم. فمن عجز عن مشاركة المحبين في الجري معهم في ذلك المضمار، فلا أقل من مشاركة المذنبين في الاعتذار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أو فيض علم وخبرة قضايا بها للناس نفع تحققا.